النصير، نصير يوسف رابح، يوسف رابح وحاول الارسال. متى سياتي الهدف؟ متى سياتي الهدف؟ نتعطش. تنفذ بسرعه بسرعه بسرعه، زيدو. يعني حتى الطريقه باش تنفذ الخطا بسرعه كبيره، كيمرر اصبحين الاونداما بلانتيريور باطل القدم، ارسل كره من تقريبا 22 متر داخل مرمى فريق شباب الريف الحسيمي. عقيد العصام الحلافي يمكن غشاو الاعاده، كان ضربه خطا بسرعه تم تنفيذ الخطا في غفله من لاعبي فريق شباب الريف الحسيمي. الوداد متقدم بواحد الصفر. الوداد هنا اذا كان ممكن غشاو من زاويه اخرى هنا الهدف، يعني الهدف مباغت لفرق الوداد، وفرحه كبيره الانصار فرق الوداد هنا في ملعب ميمو العرسي. بالتاكيد زميلي نور الدين بامهول اذا كان ممكن اعاده المشهد من جديد. ضربه خطا نفذت باقصى سرعه ممكنه في غفله من لاعبي فريق شباب الريف الحسيمي، يعني ما تاخرش كثير لاعب الاصباحي مر الانضمة من الانديه واخرى. كان فريق المغرب الفاسي الحدادي ينطلق امامه مساحه فارغه، تمشي عند المباركي، المباركي ينطلق، المباركي ينطلق، المباركي يمرر، يمرر. يمكن نقول هدف من طيران رفيع، يمكن نقول لوحة فنية أكثر من أنه هدف، لأنه صاحب الصنعة والحريف الكبير، ويمكن نقول بها الكرة النقيشي بلغة كرة القدم النقيشي هو اللاعب المباركي. لما نقول كلام ما غنتركش الكلام على عواهينه. نشاهدوا زميلي نور الدين، أعطيني الصنعة من البداية، شوف عمل الفنان، شوف شنو عمل المباركي، طريقة باش حصر وباش مشى وباش مرر، رسم مثلث من طيران رفيع. طيران رفيع ما بينه وبين طاهر ايمن الرعدوني، إيه لما نقول شوف شنو غيعمل هنا، شوف صناعه لاعب هنا، لاعب صناعي حريفي غيمر كره بينيه هنا، غادي ينطلق مشى الرعدوني، هنا غياخذ كره غينطلق لاعب غادي يمر الكره اون روتري، ونفس اللاعب جاي من دفاع يعني غادي يسدد وغادي يسجل. يعني هدف رائع لفريق شباب الريف الحسيمي، والموقع ولعب عبد الرحيم السعيدي واحد لواحد، ولكن الصنعة الكبيرة هي اللي قام بها اللاعب، هي اللي قام بها اللاعب المباركي. واحد لواحد شعلت المقابلة هنا في ملعب ميمو العرسي. كرة ودادية مشاردة الهجهوج، محاولة تمرير حسيمي، يخلقون الفرجة في المدرجات إلى جانب أنصار فرق الوداد. فخوري فخوري في وضعية صعبة، في وضعية خطأ فادح، خطأ فادح. إيفونا إيفونا أخطأ فادحة، وإيفونا يحلق عاليا في الدوري الوطني لكرة القدم. ارتكب خطأ يمكن نقول فظيعا الفخوري، ولكن هناك القناص، هناك العين التي لا تنام في الخط الأمامي، هناك قطار مكوكي في الخط الأمامي أمامكم. ابن 24 ربيعا المدافع الشرس، أنا كان عنده حلول كثيرة، يعطي الحارس، يخرج كرة التماس، يرمي المدرجة، لأنه حلول كثيرة. إنما نسلى إيفونا واستغلت الخطأ وسدد الهدف الثاني له في هذه المقابلة، والهدف رقم 12 له في الدوري الوطني، والهدف السابع في ثلاثة ديال المقابلات. جوج ديال الأهداف في دورة 19 أمام الاتحاد الزمري خميسات، هاتريك في مركب واحد الخامس أمام فرق الكوكب. اليوم يؤكد